البترول. عدم اكتشاف ثروات مصر الطبيعية وتوفير الاحتياجات من الطاقة بالعملة الصعبة كانت عقبة كبيرة في طريقنا. كل محاولات الحلول المؤقتة ما كانش ليها أي تأثير، وفجوة عجز الطاقة بتزيد أكتر من الأول. وكان ده صوتنا في 30 يونيو. تم التوسع في اكتشاف ثرواتنا من الزيت الخام والغاز الطبيعي عن طريق توقيع 119 اتفاقية بترولية، وده أدى إلى ارتفاع الناتج المحلي من المنتجات البترولية، وزاد إنتاج الغاز الطبيعي، وزادت عدد الوحدات السكنية اللي تم توصيل الغاز الطبيعي ليها بنسبة 147%، وتحولت مصر بمرور الوقت لمركز إقليمي للطاقة مع قدرات عالمية في مجال تصدير الغاز المسال. ولسه مكملين. ثورة 30 يونيو، حلم بيتحقق.